اولا كيف شفت هذا الاستقبال الرسمي ديال الرئيس التونسي الزعيم البوليزاريو؟ اولا كما ورد في البلاغ لوزارة الخارجية المغربية ان هذا الاستقبال هو استقبال جارح وعدائي وموقف عدائي، ثم انه ياتي في سياق مجموعة من الخطوات التي قام بها سعيد قيس سعيد، ربما كان أخطرها هو امتناع التصويت وخروجه من الإجماع العربي فيما يتعلق بهذا الاستقبال، لأنه لم يحدث لأي دولة عربية أن قامت بما قامت به الدولة التونسية في شخص رئيسها باستثناء الحاضن الرسمي الجزائر. ثم هذا نقطة ثانية في العداء، لأن منذ امتنع تونس في أكتوبر الماضي على التصويت على قرار حظية بالإجماع الدولي باستثناء روسيا، وأيضا توجه عام يعني كما قلت عربي وإفريقي. هذا الموقف سيضع طبيعة الحال على طرف نقيض من بلدنا، ولكن أيضا مع حوالي 30 دولة من 30% من دول إفريقيا التي فتحت يعني تمثيليات لها في العيون الداخلة. وأيضا يجب أن نشير بأنه في الأعراف ديال التيكات واللي سبق يعني المغرب أثار الموضوع، وأن هذا الموقف موقف أحادي حتى اليابان نبهت إليه، وأعتقد أنه ستكون له ما بعده. نعم، واش ممكن تحدثوا على انعطافات اللي جعلت تونس تأخذ هذا القرار هذا؟ لا، يبدو أن تونس قد فوضت أمرها لعسكر الجوار، ويبدو أن هناك وضع قراءة لموقع تونس وخروج على تقاليد عريقة في الدبلوماسية التونسية، وأعتقد أنه هناك ضغط صحيح وهناك ابتزاز صحيح. وأنت تذكر أنه منذ أقل من شهر في تزامن مع الألعاب التي احتضنتها الجزائر الألعاب المتوسطية كان هناك خنق لتونس وإغلاق الحدود، مما اضطر أنه الرئيس التونسي كان من قلة القليل التي حضرت في الذكرى 60، وكان هناك واضح الخضوع لهذا الابتزاز. لكن كان تونس دائما كما كنا نقول أن قوتها في ضعفها وفي قدرتها على الحفاظ على الحياة التقليدي، رغم أنه أصبحت تونس منذ أكتوبر الأخير تتحدث عن حياد إيجابي، لكن كان هناك حياد تقليدي حافظ عليه جميع الرؤساء منذ بورقيبة، ثم يعني من لزين عبد بن علي ولا قيسي، كلهم حافظوا على هذا الشعر التوازن. وضربة ستكون طبيعة الحال في الوقت الذي هناك إصرار على تبقية الأجواء في المغرب العربي، وهناك أيضا مد يد ممدودة لجلالة الملك حول الجزائر، ثم البيان الألماني بالتأكيد على دور المغرب الكبير في الاستقرار وفي التعاون مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الضربة من داخل إحدى دول المغرب الكبير، لتثبت بأنها في الواقع أصبحت ملحقة دبلوماسية لعسكر كيندو. نعم، كسؤال الأخير السي جماهري، هو يعني عدم القرار بوجهة مغربيا بعدم المشاركة في المنتدى الأفريقي الياباني واستدعاء السفير، واش ممكن تنتظروا أيضا قرارات أخرى أكثر في الأيام المقبلة؟ أتوقع أنه بالنسبة للمغرب كان القرار جد متوازن، رغم أن يعني بالنسبة لبلد مجروح كان ممكن أن تطغى رد الفعل على التفكير، لكن كما نقول غيفلكس يطغى على الغيفلكسيون. الذي حدث هو أنه العكس، أنه هناك ثبت الموقف والمغرب ملتزم بما أعلنه كقاعدة التعامل مع الدول، والدول العربية والمغربية غير مستثنات من هذه القاعدة، أي النظر إلى كل علاقة بإدارات الصحراء، ولكنه أيضا حافظ يميز في الموقف بين بأنه هذا الموقف ليس موجها للشعب التونسي ولا موجها للشعوب الإفريقية، ولا أيضا في التعاون القاري بين
القارة وبين اليابان. وأعتقد أنه الكثير من الدول الإفريقية ستعيد أيضا النظر في يعني مواقفها بناء على درجة الترابط التي لديها مع المغرب، وأيضا على مواقفها المتخذة علنيةً.